عسلامة ومرحبا. سلامة أختي. لاباس عليك؟ الحمد لله شكرا لله. مسيو حابين نحكيو على التجربة نتاعك مع الهجرة. قلت لي هاجرت في الثمانينات. وين هاجرت؟ وين عشت؟ عشت فيها كل. فين؟ مشيت لإيطاليا، مشيت لفرنسا، مشيت لبلجيكا، مشيت عندك شعر هكايا، الشعر. مشيت. شو اسمه الشعر اللي كنت، شنو هو الشعر اللي كنت تقول فيه؟ الشعر؟ ما الشعر غادي. هي في هذيك على روما كما قالوا بات الروما في البياسة نجاها ملمومة كأنها في الحومة زرارق وحكومة وبيع وشري. أخذت 10:30 ومشيت للفجعة بديت نقص في ساعة، عملت 70 ميزان، عملت رسمال، عدت خايف من التحاق. أنت كتبتوا هذا؟ أنت كتبتوا الشعر هذا؟ لا ما أنت نحكي لك على الواقع مش تكتب. الواقع هذا مش تعرفها كتب هذه. عشت برشا سنين أنت في أوروبا. خدمت فيهم؟ خدمت وكنت مبوكسي غادي عادي ترانيت بوكس وبعد ولت الأخذ والعطاء والبيع والشراء. علاش اخترت الطريق هذا مسيو؟ نعم؟ علاش اخترت الطريق هذا؟ علاش دخلت؟ علاش اخترت الثنية هذه؟ ما هو إبليس عليه النار وطفل وصغير وغرور وهذيك وكل وقت أخذها وقته. ندمت؟ ما نندمش على اللي نعمل، ما نندمش. ديما واحد كي يتشد معناها في ايطاليا ولا في اي دوله يتشد. اخرى كي يتشد ديما يتشد تحته مبلغ. ليه من مبلغ وثم اللي يتشد تحته المبلغ؟ انت قديش المبلغ اللي ثم اللي يتشد تحته المبلغ، ثم اللي يتشد تحته البذاعه، ثم اللي يدوروها هكاك، ثم اللي يخبي ما انت تحت التراب يخرج يلقاها برتمان، ثم اللي يخبي باسبور زاد يخرج يلقاها بلاس. كل واحد كيفاش مشكلته، فهمت؟ كل واحد وكيفاش. انت انا عشت الحمد والشكر لله كل شيء واحد يعرفه. العقلية تبدلت الكلام البذير تنحى، كل شيء تبدا معاهم في نظام جديد وفي نظام عموما. قديش اديت سجن مسيو؟ نعم قديش اديت سجن؟ سجن والله لا تعد ولا تحصي، لا تعد ولا تحسب، ما يبانوا لكش. في تونس شديت؟ عندي ربطية برك على مشكلة. شنو هو الفرق؟ شنو هو الفرق ما بين ربطية في تونس وربطية في إيطاليا؟ الربطية في تونس ظلم، حبش يتبركوني، تليت بوني مش باش نقول لك ضربت، ما ضربتش، كليت بني دخت، حبيت شوفوا كل بتاعي. دخت كبش في التليفون، مش نعرف ولاد حلال الاخرين ضربوا منهم جوز وثلاثة وسافور عليهم. قال لي أنت ضربت، كيفاش أنا ضربت؟ أنا دايخ حبك في كل بتاعك، مام حتى كان ضربت. فهمتني؟ بتاعي دفاع عن النفس، دوروني أنا للحبس. وغادي كي نحصل نحصل بالمحظوظ، أوكي. شدني بالمحظوظ، أوكي. نمشي نبدا فرحان، فهمت؟ خاطر ما تعرف روحك غلط، ما تظلمتش. صحيح. هنا تغيدك لانه ما واحد زاد ظلم. كاو. باش تنصح الشباب؟ الشباب اللي نجم يمر بالتجارب نتاعك معناها، ينجم يغلط. هما هنا. يحبوا يحرقوا، يحبوا يخرجوا. لا يحب تخرج، انت ما تعرفش، انت تمشي غادي فهمتني ولا تبقى مسموت. الرحمة ما قعدتش غادي، فهمتني؟ على الأقل نحن نقبل حتى كي يجي واحد يقول لك والله تحومته ولا ولا يهز معاه يهز يبيت ويأكل ويشرب ويوريهم وهابطوا بالسام جديد. توا تبقى حاير، تبقى مربع يديك، أنت جعان ما عندكش مثلا. تدخل البار، بار الصوران. تدخل تاكل ما تشربش الشراب. تاكل وما عنده ما يعمل لك مولا الصوران، فهمتني؟ ما تجعان. مي كان تشرب الشرابة مع الماكلة يدوروك للحبس، يقول لك انت جاي ما انت تتبذع، ماك جيعان جاي تحب تاكل وتشرب بالسيف، غادي كدور. مي ما غير ما تشرب ما عنده ما يعمل لك. هما لا غادي يمشي يموت بالشرطة جاي يخطب ولا يعمل حكاية بالله. مسيو من بعد ما جيت لتونس عودت حياتك من اول وجديد؟ خرجت؟ لا جيت من ايطاليا لتونس. عودت حياتك معناها تزوجت و تماش حتى حياه.
بالله. ثم جيت البلاد الحمد لله على علمي بعد حلمي، والحمد لله على الرضا بعد القضاء. الحمد لله. تدخل البلاصة تحسك البشر هذاك فيق بما أنت سيد، لا ما أنت فيق بهم اللي هذاك ما أنت ناس لعوذ بالله من شر ما خلق وذرع وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يعرج فيها. واللي تحكي معاه تقرب وتقرأ له القرآن، واللي يدزك ومعاه تلعب تحب القرآن، كيفاش تحب تعيش؟ يعني أنت ملبوسة. واحد ما دام ما يحبش القرآن ملبوسة، أنت نجم نحكم عليك نقول لك أنت ملبوسة. نقرأ لك شوية قرآن، أنت في ذاتك نقرأ لك. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. تدق الله العظيم. تحسنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم أسرف عنا الفقر والأذى يا قدير يا عليم، بحبك نرجو سيرتك المستقيم، حياتنا بلا عزك جحيم. فاز من فاز باسمك الحكيم، وفاز من فاز بالجنة النعيم، وخاب من كان على العلم عديم، وخاب من كان ماله مال الجحيم. سلي وسلم على من بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ثم على ذي السيرات المستقيم. ترقي عبيد ساعات ولا؟ نعم ترقي عبيد، معناها تعمل رقية شرعية العبيد؟ والله الرقية ليش واحد يرقي روحه؟ الرقية ما أنت سهلة على الناس كل، تقرأ وتكرر وتعاود وتطلب ربي، ربك سبحانه رحيم، ما ثمش حتى رحيم خلف ربي في الدنيا هذه كل. وان تنصر الله ينصرك. على كل يعطيك الصحة مسيو، ونخلي لك الكلمة الأخيرة، شنو تحب تقول؟ شنو نحب نقول؟ لشكون؟ الكلمة الأخيرة للشباب، احنا خاطر موضوعنا على الشباب. ربي يهديه، ربي يهدي ما خلق. قال له يا رب اللهم اهدينا واهدي بنا واجعلنا سبب لمن يهتدي. الله يهدي خلقه. مجمعين، شكرا.